توقد أم أحمد النار استعدادا لتجهيز وجبة تملأ بها بطون أطفالها. ما تيسر من الأرز المتبقي من المؤونة التي حصلت عليها الشهر الفائت سيكون وجبة بسيطة للعائلة، لا مال لديها لتحضير مزيد من الطعام، فقد فقدت العائلة كل ممتلكاتها وتعيش على ما يقدم لها من مساعدات المنظمات المحلية. عندها المعينة هاي اللي استلمناها ما بتكفيني، كفتنا اليوم بكرة ما بتكفيني، بدي أقوم أطبخ لأولادي ما عندي شيء أطبخهم، وعندي ابني وجوزي بروحوا بيشتغلوا، بروحوا ليشتغلوا ما بيلاقوا شغل، بيرجعوا على البيت، والما اشتغلنا منموت. مخاوف كبيرة في مخيمات النازحين بعد تعطيل روسيا قرار مجلس الأمن الذي يدعو لإدخال المساعدات عبر معبر باب الهوى الحدودي، فأكثر من 1,600,000 نازح يعتمدون بشكل كلي على هذه المساعدات. هذا الإغلاق الذي لن يؤدي فقط إلى أزمة غذائية، بل سيعطل العديد من المشاريع الصحية أهمها عيادات سوء التغذية لدى الأطفال الذي يهدد حياتهم. كانت مساعدات تجي قليلة جدا لا تكاد تفي بالغرض، في حال تم إيقاف المساعدات وخاصة مشاريع سبل العيش والسلة WFP حقيقة راح تكون مجاعة كبرى وتكون كارثة بحق الإنسان جمعاء. في معبر باب الهوى حركة الشاحنات التجارية لا زالت طبيعية جدا، لكن تغيب الشاحنات التي تحمل المساعدات عن ساحات المعبر، فآخر دفعة منها كانت قد وصلت الاثنين الفائت، وسيبقى هذا الطريق مغلقا أمامها حتى إشعار آخر. تحذيرات من تفاقم خطر الجوع في شمال غربي سوريا يرافقه سخط على المجتمع الدولي بعد عجزه عن اتخاذ قرار يسمح بمواصلة إدخال المساعدات خارج إطار مجلس الأمن الدولي لتجنب عثرة تكرار الفيتو الروسي. خالد دلبي، العربي، من معبر باب الهوى الحدودي على الحدود السورية التركية.